بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولادي الدرس الثاني في المفهوم الأول في الوحدة الثانية، حلقة مهمة ومفيدة على مقارنة حالات المادة. خدنا الدرس الأول تعريف المادة وحالاتها، تعالوا نتذكر تعريف المادة. هي إيه المادة؟ هي كل ما يشغل حيزا من الفراغ وله كتلة وله حجم. طب ممكن أقول بتعريف تاني يا مستر؟ آه، هي أي شيء له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. دي صح ودي صح، عشان لو جالك في المصطلح العلمي أيا منهما يبقى ده تعريف مين؟ تعريف المادة. طب حالات المادة كم حالة؟ 3 حالات، المادة الصلبة والمادة السائلة وكمان المادة الغازية، وقلنا أمثلة على كل نوع. تعالى بقى النهاردة نوصف كل نوع من ال3 حالات. بداية وصف المادة الصلبة، وكلمة وصف يعني نتكلم على صفاتها. الصورة اللي قدامنا عبارة عن إيه؟ مجموعة من قوالب الطوب الحمراء واللي بتوجد في حالة صلبة. كل مرة تشوف القالب تلاقي شكله هو هو، كل مرة تشوف القالب تلاقي حجمه ومقاسه هو هو. يبقى نوصل لمعلومة إن المادة الصلبة لها شكل ثابت ومحدد. بص كده في البيت عندك تلاقي النيش هو هو، شكله هو هو، ترابيزة السفرة زي ما هي، التلفزيون هو هو الشكل. طب وبالنسبة للحجم نفس الكلام، لا التلفزيون صغر ولا كبر، لا ترابيزة السفرة كبرت ولا صغرت. يبقى ما شاء الله المادة الصلبة نجحت في الاتنين، لها شكل ثابت ومحدد، ده بالنسبة للشكل. طب بالنسبة للحجم، لها حجم ثابت ومحدد. طب بالنسبة للمكان، المادة الصلبة بتأخذ حيزا من الفراغ، تشغل حيزا. طب هل ممكن المادة الصلبة نصبها في كوب زي المية؟ لا، لا يمكن للمادة الصلبة يا ندى أن تنسكب، لا يمكن أن تنسكب. طب يا ترى يا مستر حامد، هل كل المواد الصلبة اللي حوالينا شبه بعض؟ طبعا لا، ده بيختلفوا عن بعض، وإلا ما كناش قدرنا نقول ده تلفزيون ودي ترابيزة وده كرسي ودي شاشة وده دولاب وده سرير. ميزنا بينهم من إيه؟ من الشكل ومن اللون ومن الحجم ومن الملمس. يقوم يجي لي على سؤال أكمل، تختلف المواد الصلبة عن بعضها في إيه؟ في اللون والشكل والملمس والحجم. الله، نوصف مين المادة السائلة؟ والصورة اللي قدامنا عبارة عن مجموعة من الزجاجات اللي قد تكون ممتلئة بسائل معين. تمام. طب المادة السائلة هل لها شكل ثابت؟ قال لك لا، ليس لها شكل ثابت ومحدد. أمال دي بتاخد شكل الإناء، لو حطيناه في الزجاجة دي تاخد شكلها، طب حطه في الزجاجة دي تاخد شكلها، طب حطه في كوب ياخد شكل الكوب، طب حطه في حلة ياخد شكل الحلة. يبقى بالنسبة للمية أو المادة السائلة فشلت في موضوع الشكل، ليس لها شكل ثابت ومحدد، أمال تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه. طب بالنسبة للحجم، لا نجحت في الحجم، حجمها ثابت ومحدد وتشغل حيزا من الفراغ. يجي ولد يقول مش فاهم الجملة دي، أقول له تخيل إن أنا مليت سائل في زجاجة وقفلتها، هيفضل حجمها إيه؟ ثابت، طالما ما لعبتش فيه. ما هو أنت ما تجيش تصبه وتقول لي ده حجمها قل، طب ما أنت اللي عملت كده. ما تجيش تزودها وتقول لي ده حجمها زاد، طب ما أنت اللي عملت كده. يبقى المواد السائلة نجحت في واحدة وسقطت في واحدة، لها حجم ثابت ومحدد وليس لها شكل ثابت حيث تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه. طب ممكن نصبها؟ أيوة طبعا، نصب المية والزيت والعصير واللبن من الإناء الكبير للأواني الصغيرة والعكس، يبقى يمكن للمادة السائلة أن تنسكب. يجي لي عليها سؤال علل، علل يعني لماذا يمكن صب المادة السائلة بينما الصلبة لأ؟ ليه؟ لأن المادة السائلة ليس لها شكل ثابت، ولكن المادة الصلبة لها شكل ثابت.
إجا الدور على مين؟ على وصف المادة الغازية. ولما أقول المادة الغازية كلنا بنتذكر مين؟ الهواء، ونتذكر مكوناته اللي ربنا خلقها في الهواء، غاز الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وغازات كثيرة أخرى. طب يا ترى المادة الغازية زي الهواء اللي احنا نفخناه في البالونة، الهواء اللي منفوخ في البالونات، هل له شكل؟ قال لك لا، ليس لها شكل ثابت ومحدد. طب ايه الدليل على كده؟ ان انت ممكن تنفخ كمية من الهواء حتى لو متساوية، تلاقي دي خدت شكل ودي خدت شكل. طب في بالونات تيجي تنفخها تلاقيها اخدة الشكل ده، حتى كمية الهواء اللي انت نفختها، هل دي شبه دي؟ لا. يبقى المادة الغازية ليس لها شكل ثابت ومحدد، والمادة الغازية غالبا لا يمكن رؤيتها، زي مكونات الهواء اللي قلنا عليها ما بنشوفهاش. طب المادة الغازية مالها؟ بتنتشر في كل مكان من حولنا، منتشرة زي الهواء، ما هو منتشر وموجود في كل مكان على كوكب الأرض. ملاحظة مهمة تعال نقولها، العلماء يا أولاد استخدموا الخصائص المختلفة لكل مادة، خواص كل مادة استخدموها في إيه وساعدتهم في إيه في معرفة حالة المادة، هي صلبة ولا سائلة ولا غازية. يبقى ممكن نتعرف على حالة المادة صلبة أو سائلة أو غازية من خلال مين؟ الخصائص المختلفة للمادة. يلا مع بعض ناخد سؤالين جمال، ما وجه التشابه بين المواد الصلبة والمواد السائلة؟ يعني إيه يا مستر؟ يعني إيه الحاجة اللي المادة الصلبة والسائلة اتفقوا عليها؟ أهو المواد الصلبة والمواد السائلة اتفقوا مع بعض في إن كل منهم يشغل حيزا من الفراغ وله حجم، أهو ده وجه تشابه. طب سؤال أجمل، إذا كان الغاز غير مرئي يعني ما بتشوفوش بعينيك، إزاي اتعرفت على وجوده؟ إديني أمثلة. قال لك هديك مثال بسيط، لو انت ماشي كده في حديقة ولا في الشارع والجو جميل، عندما تهب الرياح بتشعر بها ولا لا؟ اه طبعا بنشعر بتأثير الهواء على الأشياء من حولنا. لو راكب عربية وإجا شوية هواء من الشباك يطيروا شعرك ويطيروا الجرايد ويطيروا ملابسك وانت جوه العربية، حصل ولا لا؟ طبعا. طب مثال كمان، عند نفخ مين؟ عند نفخ البالون بالهواء تبص تلاقيه بيكبر أمامنا ويزيد فين؟ في الحجم. يبقى استدلت دلوقتي إن الغاز برغم إنه غير مرئي ولكن نقدر حياتيا نستدل على وجوده. سؤال دايما يجي في الامتحان من منهج رابعة القديم، علل، يعتبر الهواء مادة؟ الهواء بتاع ربنا مادة؟ أيوة. إزاي؟ لأن الهواء له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. ادي الاجابه. يجي ولد يقول ازاي مش فاهم، اقول له تعالى جيب قورتين، قوره وقوره، القوره دي منفوخه والقوره دي مهويه، حط الاتنين على الميزان تلاقي دي اتقل. طب اتقل بسبب مين؟ بسبب الهواء. يبقى له كتله ولا ملوش؟ له. طب بالنسبه للحيز، هات بالونتين وحط بالونه كبيره كده على الكرسي، تلاقي محدش يقدر يقعد على الكرسي، ده البالونة ضخمة جدا، ده أخدت حيز من الفراغ ومن الكرسي. طالما تشغل حيزا يبقى لها حجم، يبقى الهواء له حجم وله كتلة وهو منفوخ بالهواء في البالونة وفي القاع. سؤال ده سؤال أكمل مهم جدا وأنا جايبه لك بالإجابات، يقول لك إيه؟ تتكون المادة من إيه؟ متناهية في الصغر، من أجزاء متناهية في الصغر، ولكن الأجزاء لها اسم لازم نعرفه، جسيمات، تصغير جسم، دي مهمة يا ولاد. طب جملة تانية يا مستر حامد، جسيمات المادة بتبقى في حالة إيه من جواها؟ في حالة حركة مستمرة. طيب حركة الجسيمات المتحركة داخل المادة هي اللي بتحدد مين؟ بتحدد حالة المادة صلبة أم سائلة أم غازية. طب يا ترى يا مستر حامد، الصوت اللي انت بتقوله ده والضوء اللي احنا بنشوفه، هل دول مادة؟ قال لك لا، الصوت والضوء ليسوا من المواد،
علل، لأن كل منهم من أشكال الطاقة. طيب، يمكن أن تتحول المادة من إيه إلى إيه؟ أقول له من حالة إلى حالة أخرى. طب بواسطة مين؟ التسخين والتبريد. طب المية بتتحول إلى إيه بالتبريد والتجميد؟ أقول له تلج. طب المية بتتحول إلى إيه بالتسخين؟ أقول له إلى بخار الماء، زي عند غلي الماء لعمل الشاي. تعال ناخد دلوقتي مقارنة جميلة جدا ومهمة جدا بين المادة الصلبة والمادة السائلة والمادة الغازية. طب هتقارن بينهم منين؟ ده التركيب بتاعهم تحت الميكروسكوب، جزيئات وجسيمات المادة الصلبة من جوه مالها؟ يا سلام سلم، شايف الجزيئات عاملة ازاي؟ شايف الجسيمات ملتحمة ازاي؟ قال لك المادة الصلبة ناشفة بطبيعتها. طب ناشفة ليه؟ لأن الجسيمات ما شاء الله متقاربة جدا وحركتها بطيئة جدا، فده سبب صلابتها. يبقى لو جالك سؤال علل، المادة الصلبة تتمتع بصلابة ومتانة ليه؟ لأن جسيمتها متقاربة جدا من بعضها وتتحرك ببطء. أما الجسيمات بتاعت المادة السائلة، شفت بعدوا عن بعض إزاي؟ شفت الفراغات بينهم بقت عاملة إزاي؟ كأنهم اتفرقوا، هنا متلاصقة هنا مفترقة سنة. طب أقولها إزاي؟ الجسيمات في المادة السائلة عندها حيز أكبر، فراغات أكبر، وعندها طاقة أكبر، وبتتحرك بحرية أكتر، إنما دي مالها ملتصقة مع بعضها، هنا في تجاوب شوية. طب نيجي للمادة الغازية، يا ما شاء الله يا ما شاء الله، إيه الوسع ده؟ إيه البراح ده؟ يبقى الجسيمات عندها حيز كبير جدا وطاقة كبيرة جدا وبتتحرك بحرية تامة أكبر من المواد السائلة، يبقى هنا متقاربة ومتلاصقة، هنا أبعد سنة، هنا أبعد بكتير. شفت الفرق بين التلاتة في الصورة؟ يلا مع بعض ناخد إزاي يتم قياس وملاحظة المادة. يمكن قياس وملاحظة المادة بعدة طرق. تلاحظ المادة إزاي؟ البنت الجميلة دي عايزة تقيس مين؟ تقيس طولها، راحت جايبة المتر الخشبي اللي نقول عليه العصا المترية، أو جابت المزورة زي اللي عند الخياط أو الترزي نقول عليها شريط القياس عشان تقيس طولها. يبقى احنا لاحظنا هنا إيه؟ قياس الطول من المادة. يبقى قياس الطول بيتم بواسطة شريط القياس أو العصا المترية. طيب تعال نشوف الحيوان ده، عايزين نقيس مين؟ نقيس وزنه. طب نستخدم مين؟ ده هو ما شاء الله طالع من نفسه على الميزان، يبقى قياس الوزن بيتم بواسطة الميزان. طب ولد عيان جبنا له مين؟ ترمومتر عشان يقيس درجة الحرارة، يبقى قياس درجة الحرارة بيتم باستخدام الترمومتر. يبقى الشريحة الجميلة دي بتتكلم على أدوات القياس، الشريط القياس والعصا المترية لقياس الطول، الميزان لقياس الوزن أو الكتلة، الترمومتر لقياس درجة الحرارة. طب هنا أقدر ألاحظ المادة إزاي؟ ألاحظ صب وقياس كمية الحليب، آدي زجاجة الحليب الجميل بتاع زمان، وآدي كوباية الحليب، بفتح نفسك علشان تشرب اللبن لأنه بيقوي العظام وغني بالأملاح المعدنية والفيتامينات ومفيد لجسم الإنسان ويحتوي على الكالسيوم المفيد للجسم. وملاحظة كمان مين؟ الهواء الذي يملأ البالون، عند نفخ البالون ينتفخ ويمتلئ بالهواء. دي ملاحظة ودي ملاحظة، يبقى المستر اتكلم عن 5 ملاحظات، ومستر حامد مش هيختم الحلقة إلا لما لخصهم لك في الشريحة الجميلة دي. يجي لك سؤال يقول لك تقدر تقول لي الطرق المختلفة لملاحظة وقياس المادة؟ أقول له أيوة، يمكن قياس الطول بواسطة شريط القياس والعصا المترية، يمكن قياس الوزن أو الكتلة بواسطة الميزان، يمكن قياس درجة الحرارة بواسطة الترمومتر. طب بالنسبة للملاحظات، ملاحظة صب وقياس كمية الحليب في الزجاجات،
ملاحظة الهواء الذي يملأ البالون. كده خلص درسنا الثاني، مقارنة حالات المادة. رب الدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم يا أولاد.